تقود الجيش الإسرائيلي يعتمد عليها في عملياته البرية، مهمتها صد الهجمات ومنع الإضرار بقوات الجيش ومسح المنازل والبحث عن كمائن المقاومة وأنفاقها في غزة والعثور على الأسرى. إنها وحدة عوكاتس الإسرائيلية. لا تقتصر مهام كلاب عوكاتس على ذلك، إنما تطلق أيضاً على المدنيين العزل في غزة والضفة لترهيبهم ونهش أجسادهم، كما حدث مع المسنة في مخيم جباليا. كذلك فضحت شهادات الأسرى فظائع ارتكبها الجيش الإسرائيلي باستخدام هذه الكلاب للاعتداء جنسياً على المعتقلين. رفع عن عينينا، استدعوا الشاب هذا، نيموه على بطنه، جردوه من ملابسه، أطلقوا كلب عليه. كلب هذا مارس مع الجنس جملة وتفصيلة، ممارسة تامة مع الشخص، مع البني آدم. صرنا نصرخ، يعني إيش اللي بيصير؟ يعني موقف كان صعب جدا. الشاب صار يصرخ، صار معاه انهيار، فجأة تلاشت أصواته، غيب عن الوعي. تندرج ضمن أفضل وحدات الكلاب البوليسية المدربة في العالم، وتعني عوكاتس باللغة العبرية العضة. تتبع لواء ماروم للعمليات الخاصة، أنشئت بعد تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية، وأعلن عنها رسمياً بعد استخدامها خلال العدوان على لبنان. تخضع كلاب عوكاتس لتدريب مكثف وتزود بأفضل التجهيزات، وبالرغم من ذلك فإنها تخذل مطلقيها. صحيفة يديعوت أحرانوت كشفت عن فشل الوحدة في مواجهة خطة حماس التي أطلقت كلاباً ضخمة لتشتيت كلاب عوكاتس وإرباك عملها، وأكدت نفوق أكثر من 30 كلباً إسرائيلياً بنيران المقاومة.